نعود لكم الآن للأنشطة والفعاليات في المنطقة الشرقية، وتحدثنا عن أنشطة الهيئة الملكية بمدينة الجبيل، ومعنا حول هذه الأنشطة الأستاذ راشد القحطاني رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالهيئة الملكية بمدينة الجبيل. وصباحك ورد، والحمد لله سنة وصولك أيضا من الجبيل. الله يسلمكم إن شاء الله، وصباح النور. الله يعطيك العافية. وإن شاء الله بإذن الله اليوم نثري الأوقات هذه إن شاء الله بشيء ينفع المجتمع، خصوص البرامج والأنشطة المقامة في الجبال الصناعي. الله يعطيك العافية. أنا قلت أستاذ راشد يعني 32 برنامج، ما أعرف المعلومة صحيحة بتصدقها لي أو يعني بتكذب لي المعلومة ما أعرف، لكن أنا علمت أن 32 نشاط لديكم في الهيئة الملكية من البرامج والأنشطة. طبعا عندنا الصيف هذا تقريبا 32 برنامج حلو متوزعة على أكثر من موقع في الجبيل الصناعية، تخدم أعمار سنية مختلفة وكذلك اللي هو رجال ونساء. جميل. طبعا هذه 32 برنامج، هل هي يعني في محتواها هذا العام تختلف عن المحتويات الأخرى؟ لكن خلينا نتعرف على هذه الأنشطة ثم نتعرف على الجديد. ده يمكن أنا لفت انتباهي 32 برنامج، 32 برنامج يعني إيش المحتوى فيهم؟ طبعا تتوزع هي البرامج 32 زي ما قلت لك باختلاف الفئات العمرية، وكذلك احتياج الناس المستفيدين. جميل. بركز بصراحة على أبرز البرامج، الفعاليات. نعم الفعاليات اللي الهيئة الملكية يعني تسعى دائما وسنويا أنها تقام. السنة هذه يعني يقيم عندنا برنامج اللي هو السلة الرمضانية. حلو. هذا البرنامج يعد هل بداية فقط رمضان أم لا؟ طبعا البرامج هي حتكون يعني الآن الحمد لله يعني كل عام وانتم بخير، خلاص رمضان داخل. جميل. فإحنا في شعبان عندنا برامج إلى بكرة إن شاء الله. بعدين في رمضان في برامج، وفيه في شوال الى ذي القعده ان شاء الله. 32 هذه الى ذي القعده مقسمه يعني. نعم مقابل رمضان مقسمة حسب المواعيد وحسب احتياج المستفيدين. جميل. اذا خلينا نتعرف على من اليوم فصاعدا، ما فاتنا خلاص شاهدوا وحضروا اكيد يعني نقول اللي في المنطقه الشرقيه او زوار المنطقه الشرقيه، خلينا نتعرف على البرامج الان المقبله. ممتاز. في بعض البرامج لها ربط مرتبطه بالبرامج اللي حتكون في رمضان. يعني مثل السله الرمضانيه هي تخدم المجتمع المحتاج. جميل. الأسر المحتاجة. السنة هذه ما شاء الله تباركت تقريبا 1070 سلة ما شاء الله تتوزع إن شاء الله على 1070 عائلة. محتوى السلة تقريبا فيه 22 صنف. جميل. يعني من المواد الغذائية اللي يحتاجها الفرد. شارك فيها طبعا اللي هو أو أقامه اللي هو نادي الجبيل التطوعي بالتعاون طبعا مع شركة صدارة كشريك. جميل. والحمد لله يعني الآن بدأ توزيع السلات الغذائية. ليش أنا ربطتها بصراحة؟ لأنه نفس البرنامج هذا في برامج كذلك للمحتاجين مرتبطة فيها للحقيبة المدرسية. جميل. من ضمن البرامج الموجودة. وكذلك هي للأسر طبعا نفس المحتاجة طبعا. جميل. خلينا نشاهد الآن صور يعني ونخليك إن شاء الله تكملها هذه الصور اللي يمكن تمثل أيضا من ضمن أنشطتكم. نعم هذه طبعا راشد. نعم هذه طبعا إحدى البطولات السابقة، انت خلتينا بس حرجع لها كاملة طبعا. هذه من الفئة اللي هي فئة طبعا من ابائنا واجدادنا هم المتقاعدين هذولا. متقاعدين يعني ما شاء الله. نعم هذول المتقاعدين مسابقة البلياردو لهم كانت يعني من افضل المسابقات، اثروا المكان، حدود 24 مشارك، كانت جدا تفاعلية. لماذا اخترت البلياردو للمتقاعدين يعني؟ والله لانه كان احتياج او باستمارات مثلا. احنا عادة نطلبهم على رغباتهم ونلبي رغباتهم حقيقة. هذه البطولة تقريبا سنوية. هذه البطولة تقريبا سنوية تقام لهم بصراحة، وكان يعني تفاعل وكان جدا ممتازة. جميل. هذا من ضمن الأنشطة الداخلية. نعم. بطولة سنوية البلياردو لهم؟ نعم نعم سنوية لهم بطلبهم هم طبعا، والهيئة دائما سباقة صراحة لتلبية جميع الطلبات. الآن من خلال هذه الفعالية وكما ذكرت عرفنا الثقافة يعني لدى هذه الفئة وحبهم للبلياردو. خلينا ننتقل نعيد مرة ثانية أو تستعرض بقية الفعاليات. في طبعا أقيمت كذلك يعني بطولة الجيتسكي، هذه جولة من جولات للدبابات البحرية، جولة من جولات بطولة المملكة. حلو. والحمد لله يعني أنا أهني صراحة المنطقة الشرقية وأهني ممثلة في الهيئة الملكية بالجبيل أنه حصل نادي الجبيل للرياضات البحرية على المركز الأول على المملكة في فئة المبتدئين. حلو. وكذلك البراعم حصلنا على المركز الأول والثاني. ما شاء الله. فهذه أحد يعني النتائج هذه
ان شاء الله انها تكون يعني للمستقبل وكذلك دافع وداعم لجميع المشاركين. جميل. من ضمن كذلك البرامج اللي هي خلينا نقول للعائلات فيه مركز العلوم والمعرفه. نعم. كل يوم في او كل يوم اثنين كان عنده طبعا راحت على الشهر هذا ان شاء الله حنبدا على شوال ذي القعده ان شاء الله. راحت يعني ايش تقصد يعني خلاص ما عاد حتكون في رمضان؟ انتهينا طبعا من شعبان. رمضان بيكون بس فقط في برنامج انا حرجع لك الحين. لكن اتكلم عن هذا اليوم. هذا يوم المعرفه. نعم. يشارك فيه الاطفال والعائلات يعني مع في بعض الانشطه الداخليه في مركز العلوم والمعرفه من السينما والمسرح. جميل. يعني بعض الحرف اليدويه مختلف الفئات العمريه. نعم مفتوح. جميل. هذه تعتبر يعني من امسيات احنا نسميها تبدا من الساعه 4 الى الساعه 10 بالليل يوميا. نعم. لكن في رمضان الوقت حيختلف يوم طبعا. في رمضان طبعا بيكون عندنا طبعا من اقوى البرامج حقيقه كمان اللي هو برنامج تغيرت في رمضان. هذا البرنامج يخدم فئه كبيره. تغيرت على شكل محاضرات ولا كيف؟ طبعا تغيرت في رمضان هو برنامج توعوي اجتماعي ثقافي في نفس الوقت. جميل. جربت الجبيه طبعا هو الان بصورته الخامسه. الرابعه كانت في الجبيه السنه الماضيه وحصلوا تقريبا مشاركين فوق الألف مشارك. السنة هذه يهدفون إن شاء الله إلى أكثر. نعم. فبإذن الله أنه حتكون هي بتكون ثلاثة أيام يوم 5 و6 و7 إن شاء الله. جميل. فيها محاضرات وفيها كذلك فقرات ترفيهية وفيها جوائز وتوزيع للجمهور وللنساء والرجال. يعني نساء ورجال. نعم. نساء ورجال بتكون إن شاء الله من الآن أقولها إن شاء الله حتكون في المركز الثقافي. في المركز الثقافي. نعم. بإذن الله في المدينة. لكن وقتها وقتها هذه في رمضان حيكون من كم الساعة إلى الساعة كم؟ بإذن الله من الساعة 10 إلى الساعة 1:30. من 10 بالليل إلى 1:30. نعم من 10 بالليل إلى الساعة 1:30. سهاري. اي نعم هي طبعا عشان تخدم الفئة هذه في هذا الوقت اللي يكون يعني فيه الناس يعني تكون بعد الصلاة وكذا يعني وقت يعني راعينا هذا. جميل. الوقت. لا جميل في ناس تحب يعني انها تبقى لاخر الوقت برا المنزل خاصة في شهر رمضان المبارك. وحاجة تفيدهم يعني حاجة للمستقبل وحتى كان حتى العنوان جميل يعني استاذ راشد غيرت حياتي او تغيرت حياتي شيء تغيير يعني. نعم تغيرت في رمضان هي من افضل البرامج لانها تلمس المجتمع. وكذلك انا اقولها لك احتمال يعني في ناس كثير عندها اسئلة وتحتاج اجوبة. حلو. انت تكون جاهز لهذه الاجوبه قبل تاخذ السؤال هذا شيء جدا يعني ممتاز. مفتوح للطرح والمناقشه ممكن يعني اثناء القاء المحاضرات الموجوده بعناوين معينه في طرح في مشاركه من الجمهور كاسئله كاستفسارات. جميل. نعم. طيب ذكرت لي انه يعني بالنسبه هذه طبعا راح تكون في رمضان باذن جميع الله. الانشطه في الفتره المسائيه. نعم. طبعا ذكرت انه في فئات في للفتيات وفي في اشياء مختصه بالتراث الشعبي مثلا خاصة السيدات يمكن يحبون أشياء التراث الشعبي، في فعاليات خاصة للسيدات بالتراث الفن الشعبي أو حتى الأسر المنتجة؟ والله يمكن السنة هذه الهيئة الملكية عملت مهرجان خاص، مهرجان التراث والأسر المنتجة. نعم. كان مدته تقريبا 17 يوم. فحاليا كان المهرجان الصيفي هذا. اي نعم كان مهرجان صيفي. فالتنوع احنا نحاول ننوع يعني الآن ما شاء الله احنا السنة هذه أكثر من 5 مهرجانات أقيمت. لها أهداف ولها الحمد لله حققت أهدافها لله الحمد. جميل. كمسؤولية اجتماعية فعلا وكان من أهمها صراحة الأسر المنتجة. الآن اللي جاي صراحة ما في شيء خاص بالتراث والأسر المنتجة. لكنه الآن المحتاجين حقيقة زي السلة الرمضانية زي الحقيبة المدرسية. يعني هذا كله من الشيء للمحتاجين. أنا أقف على السلة الرمضانية. يعني كثير الآن ما شاء الله الجهات كثيرة تقدم شيء اسمه السلة الرمضانية ونسمع عن السلة الرمضانية وربما يعني عرفنا بعض محتويات السلة وكما ذكرت أصنافها احنا نقف على أصنافها لكن نقف على شيء مهم بعض الجهات تقدم السلة الرمضانية في بداية شهر رمضان أو شهر شعبان مقدمة لشهر رمضان لكن تتوقف بعض الجهات عن إكمال هذه المسيرة وأنت تعرف أن الآن مجتمعاتنا مجتمعات ما شاء الله يعني في هنا في الشرقية أو في السعودية طريقة شرقية يعني يمكن هذه السلة ما بتكون ما بتكفي معانا لنهاية رمضان يعني احنا احتياجاتنا بصفة عامة احنا احتياجاتنا يمكن بداية شهر رمضان نطلع الأسواق ووسط شهر رمضان وممكن 10 أيام ونطلع ثاني مقاضي فهي السلة الرمضانية عندكم مستمرة كفعل تطوعي موجوده الى نهايه رمضان ام فقط الى يعني ايام محدوده؟ طبعا زي ما قلت لك في البدايه تقريبا ال 1070 سله حتتوزع عن طريق الجمعيات الخيريه. نعم. والجمعيات الخيريه عندها اسماء الناس محتاجين على القدر اللي هم عارفينه من عدد الاسره
العائله كم تحتاج، يعني ما هو لازم انه الاسره الواحده حتاخذ سله واحده، احتمال تاخذ اكثر على حسب احتياجها. يعني حتستمر الفعاليه؟ اكيد حتستمر التوزيع، احنا لما تاخذ الجمعيات هي حتكون مسؤوله عن توزيعها للاسر وتوصيلها للاسره المحتاجه. نعم، الانشطه والفعاليات الان على اي شواطئ من الجبيل تقام هذه الفعاليات؟ تغيرت تحياتي وتغيرت حفل رمضان يعني طبعا، وبقيه الفعاليات ايضا تختلف. طبعا عندنا ثمان مراكز على مستوى الجبيل، ثمان مراكز مغلقه هذه قام فيها البرامج هذه، وقيمت في البرامج السابقه وكذلك البرامج اللي جايه ان شاء الله، وكلها موجوده يعني مواقعها كامله مجدوله في اللي هو التواصل الاجتماعي. مراكز يعني هي اماكن خاصه بالانشطه تقصد فيها؟ نعم، زي مراكز، مراكز زي مثلا مركز العلوم والمعرفه زي ما قلت لك، انه يقام فيه للعائلات وكذا. في مركز مثلا المراكز الرياضيه من ضمن البرامج عندنا السنه هذه اللي هي برامج التعليميه للمهارات الرياضيه بمختلف انواعها، جميع المهارات. نعم، ما هو فقط الطالب يرجع ويدخل النادي مجرد انه يمارس الهوايه، لا، يتعلم فنون معينة في قوانين اللعبة، في أمورها نحاول نوصلها بطريقة ثقافية، تثقيف رياضي للوصول يعني إلى المعرفة كاملة، يعني يكون اللاعب جاي أو يكون الطالب جاي عارف أنه عنده معرفة أو يطلع من عندك عنده ثقافة في اللعبة هذه وكيف طريقة ممارستها. جميل، تطلعاتكم لمثل هذه الفعاليات يعني واستمراريتها حتى شهر شوال بإذن الله؟ إحنا إن شاء الله بإذن الله أنه نرضى، او عفوا يعني احنا ان شاء الله نقول طبعا ارضاء الناس غايه لا تدرك، ولكن باذن الله انه نحاول نرضيهم ونوصلهم جميع احتياجاتهم. تطلعاتنا ان شاء الله طبعا احنا عندنا للعيد في يوم العيد عندنا توزيع جوائز وهدايا عفوا عيديه للاطفال، وفي اليوم الثاني ان شاء الله حنزور المرضى بعد، يعني لهم حق صراحه بالزياره، حيكون لهم من ضمن البرامج. تطلعاتنا ان شاء الله انه نختم جميع برامجنا لهذا الصيف بنتائج فعلا يعني على حسب الخطه اللي وضعتها الهيئه الملكيه، تحقيق اهدافها ان شاء الله. نعم، وتحسين للمستقبل باذن الله. نعم، قبل ان نختم معك، الشواطئ هل لها الان في شهر رمضان نصيبا من الفعاليات؟ ذكرت المراكز السته، لكن الشواطئ لها نصيبا من الفعاليات حتى يكون السائح الان اللي يشاهدنا يعني يتعرف على انشطه الهيئه الملكيه في الجبيل؟ طبعا في رمضان يعني عاده الشواطئ ما تكون فيها شيء حتى حقيقة. الرياضيه بما انك رئيس قسم الانشطه الرياضيه. اي نعم، لانه خلاص يعني وقت يريحون ما في رياضه. نعم، خلاص ما في شيء خلاص هذا الوقت، وقت البحر عندنا الى الساعه 6 المغرب تقريبا او الى اذان المغرب، فبعدها ما يكون في اي شيء، لكنه حولناها صراحه للمسابح الخاصه بالمراكز والانديه، مفتوحه لاي احد سائح او مقيم. نعم، يقدر يجي يمارس اللي هي الالعاب المائيه بشكل عام، وفي من ضمن البرامج اللي عندنا العاب مائيه ان شاء الله حتكون ان شاء الله في الفتره الجايه. نتمنى لك التوفيق وعوده ان شاء الله حميدا باذن الله تصل الى هيئه او الجبيل، وانا ما ماسكه على هيئه، الى الجبيل باذن الله بالسلامه. استاذ راشد يعطيك الف عافيه على حضورك الجميل معنا في صباح الثقافيه. الله يعافيكم ان شاء الله، وشاكر لكم، واكرر واقول كل عام وانتم بخير، وشهر ان شاء الله مبارك علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. إذن